إلى جميع عشاق الكسكس، إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة، شهية ولذيذة، صحية وسخية، مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة: كسكس متوسط، كسكس رقيق، كسكس القمح الكامل، وكسكس الشعير. فاجئي نفسك مع كل وصفة. إكسترا بنان، هذا مكان. أعزائنا المشاهدين، حباب لي سيسترز وحباب قناة سميرة تيفي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من لي سيسترز كوكينغ. واش راكي توصلي فيها؟ قتلتني يا خاوة، تعاونوني عاونوني حبوكم ساراي، دارت لي كونتاك انت. واش راكم حبابنا المشاهدين؟ مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم. عبات لي حتقول ولا راني الالي العالي العالي العالي، كنت خدامة البارح في الليل مع العالي. واش راكي اختي سارة؟ الحمد لله. واش راكي مع الصحة؟ الحمد لله. ما تعطيناش كونجي اختي ساره؟ مازال ما فرطش ربي علينا. ابن عمي كونجي صافي، كي ندير روح البهاماس انا ما كاش كيفاش، روحي ان شاء الله حبيتي القمر تو فري بي ولا نخدم عليك بيع عليك. قولوا لي مليار بلي مليار من منيار. اعزائنا المشاهدين، اليوم جبنا لكم منو شويه سبيسيال. وي حكينا فيه القديم وجديد. حكينا برك على الكتيبه هذيك، انت اللي كتبتيها ماشي انا، ما شكلتهاش نسيت باش يقراها عزيزي المشكل. الوغ عندنا اشي بارمونتيي بصح ريفيزيتي. كيف هذه؟ تشوفي الوصفه كي نعطيك دوكا يطفوا التلفزيون يروحوا يقضوا. صح. وعندنا كسره محشيه، كسره فاخسي، هذه كامل نعرفوها. وعندنا كيكه باللوز ولا اللي اسمها لامونديي. الله سي تري تري بون غاتو 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 غاتو، تعرفوا الغاتو اليوم رانا المنيان الغاتو والغاتو بغي الغوفيزيتي تاع غران شيف. دونك نبدا غران شيف، مي سي ان كلاسيك. اتونسيون سي ان كلاسيك بيان سور. وي الوغ نطيحوكم شويه خشن. هاد الكيكه باللوز الي ديستيني بور لي مالاد سيلياك باسكو ما فيهاش الفارينه. فوالا سا فيدير عندهم الي سون غلوتين. فوالا دونك تقدروا تاكلوها بصحتكم. دونك واش نبداو نازو بلا شي بارمونتيي، نبداو بالحشو تاع الكسره، لاباط تاع الكسره، من بعد ندوزو الكاطو في الفاس. انا نرون لاباط تاع الكسره تاعي وانا ندير لي فاخس تاوعي. ماشي مشكل كيما حبيتي. هاكي تشوفي البطاطسايه تاعك راهي مغليه، راهي طافي لا في لاكار. انا عطوني عطيني شويه جفنتي. يا الله يا رسول الله العمل عليك. الله الجفنه ديالي، انا عندي دو فخص راني حنطيبهم. نحي خواتمي ونجيب البول اللي نكيل به. يابا معليش نعاونك في لا دوزيام فخص، صبري عليا برك. يا ودي صبري. فوالا نجبد هاد زوج مقالي باش نطيب لي فخص. انا غسلت يديا. اتجاولي الو، قلت لنا بول فارينه وبول سميد. ايوه شو داك المغرفه، الله الله شحال هايله تاع العود، غير صغيره. الوغ نبداو بلا فخص تاع التكتوكه تاع تاع الكسره تاعنا. درت الزيت، عندي هنا زوج بصلات مقطعين اون لامال، عندي سنينه تاع الثوم نقطعوها هكذا. انا في هذه الكسره نحب نحس الثوم، دونك ابخي لي ما يحبش الثوم بزاف يسكر في جو ولا نديرو تكتوكه بازيك سهله هايله. فوالا بالعاني قطعتها هكذا غروسيغمون. فوالا نقلو البصل تاعنا، نقصو له النار. فوالا نسحقو حبيبه فلفل. البطاطا نحطها في فلفل اللي نجي كانا نقطعها دي روندال ولا. انا درت بول تاع سميد وبول تاع فرينه. عطيني مغرفه على يدك عيشي والملح على يدك الله يفتح عليك. نديرو ثلاث مغارف تاع حليب البودره، نديرو مغرفة كبيرة
تاع خميرة ونديرو مغرفة كبيرة تاع سكر كريستاليزي. الله مانيش حنقطعو رقيق رقيق، نقطعو باش يبان. نخلطو النواشف تاعنا مليح، ندبلوه البصلة كيف، نزيدو نص مغرفة تاع ملح، كما راكم تشوفوا، ونزيدو مقدار ربع كاس تاع زيت. ربع كاس تاع زيت هو حوالي زوج مغارف تاع زيت الزيتون. نزيد شوية فوالا، راني درت فليفله نحمصهم هكذا، نخليهم يتقلاو كيف كيف. نازو نزيد فلفله ولا وحده تكفي؟ لا لا زيدي وحده، نزيد وحده. جات مسكينه عميه براك مع الواش يسموها، خليتيها كيليتيما مع البصل، زيدي لها خاوتها. الماء دافي على بالكم، نطمو به العجينه ديالنا. نقول لك شكون هو يطبل وانت راكي تخبطي في الجفنه؟ انا نخبط في الجفنه. شكون هو يطبل؟ جاك العرس في راسك. أنا. زرنا يا درا يا درا. ابخي تقدروا ديروا فلفل حمار، فلفل صفار، ماشي كالا اللي تحبوهم، ماشي كالا، ديروا تكتوكه اللي تساعدكم. فوالا نزيد نحطوا هذه الفلفلة الزوجة. نديرو الملح. دونك درنا الزيت، درنا الثوم، سنينا الثوم كبيرة، درنا البصل، الفلفل الحلو، الملح، ودوك نزيد شويه. هلا نزيد شويه فلفل الكحل. نحيلي تشوفي دقيقه واش نضر، صبري عليا. نزيد شويه فلفل عكري، البابريكا، ونزيد شويه فلفل حار. تقدروا تقطعوا ما مراس حار خضر، انا هنا ما عنديش. فوالا ونخلوهم يتقلاو. هنا لافارس تاع اللحم ديالي، ندير الزيت. عندي بصيله صغيره نديرها تتحمص هنا في الزيت. باش نطيبو لا فارس تاع لو اشي بارمونتيي. الا شتو يابس باسكو سي دو مويان، يشرب شمخ يديا ونجي. نقعد نحرك. انا نعجنتو دوكا شويه،
نخليه يريح. نخليه يريح. شحال نقسمه لك؟ ثلاث خبيزات ولا أربعة؟ شوفي تي باسكو جينا الغطا وجينا ما يهمنيش دوك إلا كيحب خبيزات هاك ولا حب خبيزات كبار. خبيزات صغار يجوا شابين راهو فاسيلة. دوك يزيدين نطلق ومن بعد نزيدو نعجنوه شوية باش نبداو نفاصونيو فيه. ديروه لي بابي اليمونت فيلم اليمونتير. هنا البصل تاع الاشي بارمونتي راهو يتحمص نزيدو فوقو لا فيون داشي. الو هاد الوصفه تقدروا ديروها بلا فيون داشي كيما تقدروا تواسيوها بالدجاج وسل كساسوا عشي ولا مقطع رقيق رقيق. انا هاد لافارس ديالي تاع الكسره راني حنزيد لها ثلاثه حبات طوماطيش مربيين. فوالا هادي هكا ونخلوها طيب. نجيو لهنا كيما راكو تشوفوا فيا كل خبزه باسكو غير يبدا ينشف او قدامك يبدا ينشف. حطوا قدامكم البول تاع الماء وكو تعجنوا حتى ترطبوا حبتكم مليح. بيان سور ما تقتلولهاش باسكو حنا لانتيغي تاعنا تجينا كسره ماشي رطبه 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 يجي فيها تاع تاع المويه ماشي ايه لاغرين هذيك تقعد حبيبة. ماشي كيما ماشي كيما كسرت السميد الرطب جوغ كيما البراج فوالا غوسون هذاك لاغرين تاعها على بها ما شمختهاش بزاف باش ما تروحش. هنا قانا نديرو فلفل الكحل نديرو بابريكا فومي راهو يتباع في كامل المحلات واللي ما يحبوش بابريكا نورمال بابريكا نورمال لا ما صابوش ولا باسكو لي فور انا ما نحبوش. انا نزيد هنا ساره تاكلو انا ما عندي حاجه فيه بابريكا نورمال نزيد الملح ديما نقول لكم لا فيون داشي خصها تدوزن مليح. الوغ ناسو انا هنا عندي فلفله خضراء مقطعه رقيق نزيدوها نص نزيدو فلفله حمراء. وعلاش زدتهم مع الاخر باسكو راني حابتهم يقعدوا كروستيون كروكون ما يطيحوش كاع ما يطيحوش ماشي طيب ماشي كيما تاع الكشوكه اللي واسيتهم مع الاول. والتكتوكه تاعنا لازمها تبرد باش نقدروا نفرسيو بها الكسره. حاسه ما جابش متساويين مي بون ها هم انا نغطيهم نخليهم يريحوا من بعد نعاودوا نولوا ليها. فوالا تخبيها نقعد نخلط نزيد شوية بابريكا هنا على جلا كولور. عجبتني على جلا كيلير لا كيلير هي تصبغ اختي ساره
الوغ نجيبو طرشو هنا نغطو بيها. الا تخي بيها العجاجة نتاوعناه. الوغ اختي سارة زيدي احكمي ارحي لي هادية. نجي نحطها هادي مليح. سيدي احلي اختي نبدا نلحوها هنا. نغطي بيها هادي. نرحي هاديك منها فوالا تخليها براها. وهذاك درتي لي هاد الحبوبه تاعك واش راكي تحوسي؟ راه مولينات هي هنا ما كاينش تشوفي. اليوم راني عويط راه ما ركبتش المادري راه سامحوني نسيتهم اليوم باش تامنوا باللي النظارات تاوعي ملزومين. هيا دوك انتيا ايه حسره تشوفولها بكري ما كاينش دار ما عندنا. عندنا اورانج بلاستيك تاع بلاستيك تعرفوا ما حنا كيما قالوا واحد ما حنا ما حنا ما حنا. نجوزوا البطاطس هاي اللي غليناها دومي مغليه سخونه تبداوها تمولينيوها. اهبيطي يا بطاطا كي تغني لها انزيدي يا بطاطا خلي بالك غليوها بالماء والملح هكا نعاودو نولو هكا نروحو هكا لا روتاسيون المعتاد بها لي بغا. تعرفوا واش نقول لكم ونهبطو نهبطو نهبطو ونزيدو على هنا لا فيونداشي تاعي راهي دخلها طياب. نزيد لها المعدنوس مدعنوس على ما قولت طارت البطاطا بطيب طير أيوة. فوالا ها بركي دوك كنتي طيري دوك كنت حبيتي تجون حي بطاطا تمشي دجاج. ونزيد لها دو كويغ ا سوب دو كريم ليكيد كريمة سائلة. يما خدمت لي برا ويلي مسكيلاسيون اما حنا اعمل الشاقة كونتاكي انتي تقول تكتبو معايا نهار زدت. نزيد وحدة صافي ديرو ثلاثة تخوا كويغ ا سوب. ماما ها والله قتلتني هاي حقوق انسان الطفله دايره في حالها حرام عليك هبنيه لما بزطتهاش كما قالوا الاخر دخل كش اشوار الله الله وعلى شو هكا ابا خدمي لي برا اما حتى انا عندي الروماتيز خلي بالكم زين كاع عندهم روماتيز. هذه بلعان انا مخليتها معريه باش تشرب. انا نطفي على لا فيون داشي انا ما خليتيليش حتى شويه ميها باش نهبطها. ايه باوي عزيزي المشاهد دوك راهو يقول فيها هذه الكلمه. شتي كيفاش انا نجيب المول ديالي ما يهمهاش نورمال ما قلتي يا جارتي انا راني كملت هذه صاي هذه نسلفوها لل ما معنى لا فارس تاعي بيت. نجيبو نفرشوها هكذا داخل المول. يس مدام ايه ومن بعد هاتيك ومن بعد هاتيك ها هي البطاطس سيداتي. ايه صبري دوك نجي واش تجي ديري هذيك البطاطس ندير لك فيها شويه بابريكا ديري فوالا صبغي صبغي تموتي على الصبيغه انتيا. ندير لك فيها شويه معدنوس معدنوس ايه فوالا زيدي ندير لك فيها شويه فلفل الكحل زيدي فرغي خفتي سي بون الملح هي طايبه في الملح ما كانلاش نزيدو نخافو واه ايه ايه فوالا دوكا حكمي ديري لي دي بول الله اكبر وحطيهم لي هكذا بصح دون شاك بول ديري لي شويه فرماج فوندو لداخل.
دقيقه صبرينا نطفي على هذه باش تبرد باسكو خلاص هي طابت ما وجعني صباعي. ويلي ويلي كيسكو سيكسا خلاص تشكتشوكا عندك شوفي على بالي فهمت نحطوا هذا هنا فهمت خصني نجبد الكوانتي تاعي بعد اعطيني انا تنك واحد معاك لا اي باش نزربو لا لا نخدمو صاي نخدم واحد هاتي نقطع لك الفرماج على هذا اللي قال لك المندبه كبيره والبيض فار اختي ساره تحبي ديري فرماج فوندو تحبي ديري فرماج بولات كبار هكا باش نغطيو كامل لا سيرفاس تاعنا هاكي تشوفي الفرماج فوالا على لا با وبنقصي هذوك البطاطا نقصي بزاف علاه باش تكفينا باش نغطيو لا سيرفاس اوكي هي كي ديريهم صغار وتسد فيهم وكبار وتسد فيهم كيف كيف حنخرجوا فوالا منطق صح صح حط قدامي ثاني شويه ما داك دوك نجيب لك نحط لك هكا ايه اي داك فرماج تقدروا ديروا فرماج موتزاريلا ولا جيغودا ولا الداخل واش حبيتو هذه باش نسهلوا التكوار نديروا كويره شابه فوالا هذا هو لاشي بومونتي غوليزيتي هو بكري نديرو كوشكوش كوشكوش وجوز لهي صارت تحب تخدمنا زيها بيان سور باسكو عندها الكومي قلت لك ندير معاك عطيني عطيني راني نخدم راني نخدم روحي روحي باش نزربو صاي نمسخو غير اليدين برك روحي برك فوالا نديروهم كامل هكذا نخليك لاكريم ليكيد هنا نسحقوها اخترا واسيتهم بالدجاج انا وليو الحم نكفت واسيت الدجاج جات بنينه كل واحد يدير على حسب الذوق تاعو تعرفي حي يندب هذاك وعلاش باسكو هي جامده ها سيدي روحي ليه بالعقل مسكين دوك راني مهرز الطرشه دوك راني نتلق فيها تري بيان تكفينا تكفينا هيا روحي برك وهذا جغرب طايب كلشي طايب التحتاني طايب والفوقاني طايب ندخلو جوست بوغ غراتيني باسكو حنديرو له شويه لا كريم ليكيد من الفوق ونوصلو شويه الفرماج غابي جوست باش يتحمر ويذوب هذاك الفرماج هذا ما كان هلا كور وستف كور وستف كفيك ايه ايه ها راني مبوب ايه باسكو الاولين درتيهم كبار راني مبوب ويلي على الاولين درتهم كبار حيت شارعوا ها هذه لازم تبرد باش نديرو فيها بها استنى انت تاني كسره تاعنا تقدري تجبديهم ما شويه هيا زيدي لنا تاع الوسط فوالا نحكمو الكريمة السائلة باش هاكا حديري دوكا زيد وحده تما دوك تشوفي قولي منا دوك تشوفي هاهي تخي بيان
درنا لي تشوف فيها طوما هكذاك زعما بالي فارغ على هنا نجيبو نحكمو لا كريم ليكيد ما غادو نزيدو نديرو هاد الفورماج من الفوق لا لا ما لازم نقول انا لا لا ديره لا لا ندير واحد كان نزيدو من الفوق ما نخليه شي طوم لا كريم ليكيد من الفوق يتيم وحده فوالا زيدي شويه راح نزيد حسينا ساكن ماشي جيفيرونس سورت يا المشطه زيدي نقطه ما عرفوها هسه بغينا التقابي هذو لازم يبانوا ايه مالا مالا قاعده تقولي لي زيدي وغلقي نقول ماصون هاتي يا يما يا يما الحنين الله يرحمك بيان سور نديرو لا نديرو لا فروماج لا فروماج من الفوق الفرماج هيا دوك زربعيه كيما قال واحد من الفوق وندخلوه للكوشه يد غراتينه غراتينه ويتحمر له الله ويجي بنين ويجي اختي ساره حنا نروحو فاصل نروحو فاصل نعاودو نولو باش نكملو هيا سامحش فاصل ورا فاصل أعزائنا المشاهدين رجعنا بعد الفاصل باش نكملوا الوصفه تاع اليوم نازو انتي ديري لنا الكسره وانا ندير لو غاتو ها الو شدي انتي تشوفي دوزانك منا وانا قاعد في الكوان اللي بالها ولا تحقي الباتور لا ما تحقيش الباتور تا با بوزوان حيلي برك هذا هاد لو غاتو تاعنا كيما فهمتكم حابش يمشي هاد الميزان بوه على سعدي يشعل منا انت حابسه هاي قفله ذيس از وان اه داكور ذيس از هادو خيبزن زيدي دي طاريه واحده اخرى هاي خلاص سي بون هاد الكاطو كيما فهمتكم ما فيهش الفارينه سي سون غلوتين ساره سامحيني هذا نديرو غطا وهذا نديرو فريش هذا نديرو غطا ندير فريش شوفي الخبزات فوالا شوفي شوفي على حسب المقله تاعك تحطي فيها وحلي فوق ان بابي كويسون باش يجيك ساهل ترفديه الوغ نسحقوا ثلاثة حبات ولا الدجاج سي ليكيفالون تاع 150 غرام تاع البيض بيان سور بريشوفيو لو فور تاعكم هنا راني زوج حبات 120 غرام هنا راني ديباسيت لازم توزني مليح البيض تاعك فوالا باسكو سي انا با لو ميم غو سي عندك 150 ولا عندك 195 سي با سي با لا ميم شوز فوالا الوغ واش ندير نقص كنت حندير عفسه ايه الحلال نار تلفت البدوار البدوار باش ينقص فوالا هكذا سي بون دونك عندنا 150 غرام تاع ولاد الدجاج نزيدو لهم 100 غرام تاع سكر كريستاليزي 100 غرام دو سكر كريستاليزي ناس ما عايش نحبسك سكعه جلا بالا وجيبي لي العسل على يدك تعيش هكذا 100 غرام تاع السكر كريستاليزي فوي كاين فوي نازل كاين داخل دوك نعطيه لك ما نحبش هذا ولا جايبه ندير به وخلاص ادي واش حبيتي ادي برك هذا مليح انا نحبو باسكو يراكلي فيه
واش حديني بالعسل؟ نسحق 20 غرام 20 غرام تاع العسل. بسم الله. حي ملعقة العسل ثقيلة. دونك 3 حبات ولا دجاج، 100 غرام سكر كريستاليزي، و 120 غرام تاع العسل، نخلطوهم. اللي حاب يخدم بالباتور يخدم، ما حبش يخدم بالباتور ما يخدم. فوالا هنا نزيدو له المبشور تاع نص حبه تشينا زاز دو لورانج، نزيدو له 20 غرام تاع لو دو فلور دورونجي الماء الزهر، ونزيدو له قطيرات فريمون قطيرات تاع لامون دامير الجوز المر. اللوز المر، اللوز المر باردون، على الجوز المر. تعرفوا يروحوا للهند يحكوا عليه ما يصيبوهش. ونزيدوا 150 غرام تاع بودرة تاع اللوز. هاي الروايح راهم شابين. ونزيدو فوالا الزبده تاعي دايبه، هذا هو لو بوت ديالي. نعاود نجبد هذا، شعلي ليه. هنا نسحق 75 غرام تاع زبده. وتكون هكذا يا غامولي على حرارة المطبخ. انا اللي نخدم عزيزي المشاهد، كي تشوفوا انا كونسونتري كي نولي في العجين ننسى كاع روحي. نبرونشي اير 75 غرام. هالو مع 50 غرام اي عندي موزونه تاع ماسكاربون. الوغ هادو نخلطهم هكذا، 75 غرام تاع الزبدة مع 50 غرام تاع الماسكاربون، ونزيدهم للميلونج ديالي. نسمح لها شوية، هاديك ديريها كبيرة عليها. انا سييتها باش نعاود نفتحها. انا زو كاين دو فرماج غابي وكاين فرماج هذا زيد الداخل، حبيت تزيدي ديري. فوالا نزيدوهم للخليط ديالنا. والرابي وين درتيه؟ الفريجيدار. نزيد ولا هذا يكفي؟ زيد الا حبيتي، سينو واحد ديريه بالغابي واحد ديريه. فوالا نخلطو بيان الميلونج ديالنا كيما شفتو، كامل المقادير كيف كيف، وغير بالفوي بركا. فوالا ونجيبو ان مول تاع 18 سنتيمتر. هاوليك هاكو تشوفو فيه. ونجو انا درتلو هنايا لداخل، دقيقه انا زو معليش بنيها، هنا درتلو لداخل بابي كويسون ورق الطبخ. هنا ونجو انفيرس لاباري تاعنا، الخليط تاعنا مول تاع 18 سنتيمتر. هنا
نديرها هنا وندفعوه في الكوشه يطيب على درجه 170 درجه مئويه pendant 45 مينوت ولا شدوه ما طابش زيدوا له في الوقت. تقدروا ما ديروا 180 درجه مئويه. الوغ هنا لو كاطو تاعنا نسقموه هكذا ونجيبو لي زامون ديفيلي هكذا نحطوهم من الفوق. وعلاش واسمو لامونديي؟ باسكو إلي أباز داموند فيه بزاف اللوز 150 غرام داخل لاباط وهدايا تاع التزواق. فوالا ونحطوه يطيب. أنا من قصد لها النار زيدي لها خلاص باش طيب. بصح هذا سي الكغون فو شوف كان دنينا من خير. لا لا تما ما طيبليش هكذا طيب مليح. زيدي شويه برك ماشي بزاف. فوالا تخي بيان خليها طيب بالعقل بيان سور ما نرموش نريكيبيري باكي كويسون كواكو عندي شويه كبار نقص لهم نقصي لهم سينو كي يكون طاجين كبير هادي نديرها على زوج وسيو في طاجين كبير. شدي تشوفي هاهو واش نديرو نوريكم ديرو كومسا نحلوها كومبليتمون كومسا صافي. هادي كملتي نقصتي منها دوك نقص منها بالساير داير ايه نقطع لقيتيه غلاق بلوتو لا اله الا الله شفتو ها باش تجيك مدوره الله الله تخي بيان بالقده بالقده هذه وحدها ما تعمريهاش برك بزاف في الحشو. جيب لاباط من بعد نعاود نعجن هذيك لاباط تاعي نزيد نديرها خبيزات صغيره. زيدي ديري خبيزات صغار. كيسكو سي بون سات كسره ما جلادور. ايه هذيك هي معمره هاني نشوف خليها طيبه طابت طابت نقلبها لك طابت من تحتها طونسيون 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 قلبيها هكذا هاني قلبيها هي فوالا تري بيان ما تعبزيش باش يخرج طونسيون بعد الحواج معليش ما نوقفوهم تري بيان دونك نكملوا نطيبوا الخبز هذا نازو ايه والكاطو تاعنا دفعناه للكوشه بيان سور لا بريباراسيون الاولى كاع راهي تكراتينا في الكوشه لو اشي بارمونتيغ وفيزيتي وتلاقاو على طاوله التقديم. فوالا اعزائنا المشاهدين لحقنا للنهايه تاع الحلقه تاع اليوم اللي كانت فيها معايا نازو درت لنا هذيك الكسره المحشيه الله الله اللي تشوف فيا او بيان سور نوسينا هذاك لو اشي بارمونتيي ريفيزيتي شوفوا كيفاش يجي شباب جا شباب ابري شاكان تحكمي له يمبول افيك اون بارتي دو فيوند وتعطيها له ودرنا فيها لو غاتو سون غلوتين اللي هو غاتو ا باس داموند ولا لامونتيي. ان شاء الله يكونوا عجبوكم الوصفه تاع اليوم. نازو يعطيك الصحه الله يسلمك يعطيك الصحه يسلمك ويجربوهم ويقولوا لنا اون كومونتير لا عجبوهم ولا لا لا بيان سور كوم دابيتود شويه طبخ شويه شغب ونتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله.
إلى جميع عشاق الكسكس، إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة، شهية ولذيذة، صحية وسخية، مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة: كسكس متوسط، كسكس رقيق، كسكس القمح الكامل، وكسكس الشعير. فاجئي نفسك مع كل وصفة. إكسترا بنان، هذا مكان.